قلنا فجر، ان زي النهارده فجر الصهيونيه، ايه علاقه فجر الصهيونيه بالحرب العالميه الاولى؟ ده اللي قاله نتنياهو النهارده، سوري، قبل ما يغادر البلاد. بيقول اغادر البلاد الى باريس للمشاركه في مراسم مهمه جدا من شانها احياء الذكرى العالميه المئويه لانتهاء الحرب العالميه الاولى التي كانت حربا داميه اودت بحياه ملايين كثيره من البشر. كانت للحرب اهميه كبيره ايضا بالنسبه لتاريخ شعبنا، حيث شارك فيها مئات الالوف من المقاتلين اليهود. بيقول كمان هذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، وبطبيعة الحال أنهت الحرب الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا، وهذا مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية. حقيقة نتنياهو مفترض أن اللي يعملوا لايك كل العرب، لأنه أجداد العرب اللي بيحكموا دلوقتي كلهم كانوا هم فعلا اليد اللي اسقطت الخلافه العثمانيه. الجيش المصري كان له معركه مهمه جدا حقيقه في الحرب دي، اللي هي معركه قناه السويس دي، حقيقه عشان بس ما نصدموش يعني. وضحى قوات جمال باشا تقريبا. الملك الشريف حسين ده كان عايز يعمل نفسه ملك العرب. فعلا كانوا معشمين ان هو يبقى ملك العرب. الجماعه بتوع ال سعود بداوا يتحركوا، الهاشميين بداوا يتحركوا. بدأت المعركة على مين يخلف السلطنة العثمانية. أسقطوا السلطنة العثمانية وقطعوا سكة حديد الحجاز بتاعت السلطنة بحميد، وافتكروا ان هم هيبقوا ياما هنا وياما هناك. في الوقت ده كانت تركيا اتفتتت خالص نهائي. تركيا كانت وصلت في الوقت ده الى انه اليونانيين والانجليز على حدودها، على حدود اسطنبول نفسها، ما عادش في بلد اسمها تركيا. لكن اتاتورك عمل معارك كبيرة جدا هنا، ده للأمانة بس يعني، أو ده للتاريخ. في الوقت اللي العرب فيه كانوا فرحانين بتفتت السلطنة العثمانية وانتهائها، وكانوا فاكرين ده عصر العرب، وكان مسمي نفسه الراجل اسمه الشريف حسين ملك العرب. في الوقت ده صعدت الصهيونية. بعد 100 سنة أو 104 سنة ازدهرت الصهيونية قوي واندحر العرب. بعد 100 سنة 104 سنة العرب زي ما انت شايف حالهم كده، والصهيونية بقت فوق. بعد 104 سنة الدولة اللي كانت واحدة، او البلاد اللي كانت دولة واحدة، بقت دول وبتقطع في بعضها. بعد 104 سنة استطاعت تركيا انها ترجع مرة تانية، بعد ما قوات اليونانيين والانجليز كانوا محاصرين اسطنبول اللي كانت العاصمة وقتها، كانوا محاصرين المنطقة اللي احنا ما عادش فيه تركيا. لكن بعد 104 سنة رجعت تركيا دولة كبيرة، ورجعت وطلعت الصهيونية دولة كبيرة، والعرب الحقيقة بيقطعوا في بعض.